صوت أعضاء مجلس النواب الليبي لصالح إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون بوزارة العدل. وتثير إعادة تفعيل المحكمة الدستورية منذ أغسطس الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية المنقسمة بين مؤيد ومعارض. شبح الانقسام يخيم من جديد على المشهد السياسي الليبي، فبين التأييد والمعارضة لم يتم الحسم بعد في مسألة تفعيل المحكمة الدستورية، وفي آخر تطور قرر أعضاء مجلس النواب عدم الاكتفاء بإحالة مشروع القانون إلى المجلس الأعلى للقضاء، إذ اتفق البرلمانيون على طرحه أيضاً أمام المحكمة العليا وإدارة القانون بوزارة العدل، وستحرص هذه الجهات على إبداء رأيها حول نصوص مشروع القانون بما يتفق مع أصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية. وبهذا الخصوص أكد رئيس مجلس النواب عقيل صالح أن إنشاء المحكمة الدستورية عمل وطني يهدف لصيانة الدستور، وعلى حد قوله فإن هذه المؤسسة ستسهم في حماية الحريات العامة ومنع الاستبداد في البلاد. ومن المعروف أن الدائرة الدستورية تختص في الفصل في القضايا والطعون ذات الجانب الدستوري والقانوني، بالإضافة إلى الخلافات حول التشريعات والقرارات التي تصدر عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وأي مخالفة أو طعن في الإعلان الدستوري. وقررت المحكمة العليا في ليبيا إعادة تفعيل الدائرة الدستورية المجمدة منذ عام 2016، خطوة اعتبرها مراقبون قراراً صائباً سيسهم في حل الخلافات القانونية والدستورية بين أطراف النزاع السياسي، خصوصاً فيما يتعلق بجدل الانتخابات. إلا أن آخرين رأوا أنها ستكون بداية لمرحلة جديدة من الخلافات، إذ ستفتح الباب أمام القضاء لدخول على خط الأزمة السياسية. بعض النواب شددوا كذلك على أن الوقت الذي سيتطلبه الفصل في الخلاف بشأن المحكمة الدستورية سيطيل انتظار الليبيين للانتخابات العامة. معنا من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي دكتور أحمد العبود. دكتور أحمد، مرحبا بك معنا. ما دوافع الذهاب نحو إنشاء محكمة دستورية؟ هل البلاد بحاجة إليها أساسا طالما أنه لدينا دائرة دستورية؟ يعني خلينا نقول بأن نعم البلاد بحاجة إليها، بحاجة إلى تلك السلطة التي تفصل في دستورية أو عدم دستورية التشريع أو القرار أو القانون، خاصة ونحن أمامنا حقيقتين. الحقيقة الأولى أن التجربة الدستورية في ليبيا تجربة جديدة بدأت منذ 2011. سابقا عرفت ليبيا سلسلة من الدساتير ولكن لم تنشأ معها المحكمة الدستورية، ظلت الدائرة الدستورية هي من تقوم بعمل المحكمة الدستورية بتفاصيلها. هذا العور الدستوري خلينا نقوله بالمزدوجين كان واضحا عندما أحالت المفوضية العليا للانتخابات أو رفعت ما يسمى بالمزدوجين، وهو قانون مصطلح جديد يدخل في العرف القانوني الليبي، وهو حالة القوة القاهرة. حالة القوة القاهرة في مسارها القانوني والدستوري تتحدث عن ثلاثة قضايا رئيسية: قضايا الطعون، قضايا المراكز القانونية التي أنشئت عن هذه الطعون، وأيضا آليات الفصل القضائي الدستوري وفقا لهذه الدائرة فيما يخص بالقضيتين الرئيسيتين اللي هي قضية الطعون وقضية المراكز القانونية الجديدة للطعون. وهذا كان واضحا صراحة في حالة الارتباك القانوني الذي أصاب السلطة القضائية في ليبيا في مرحلة تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية. نأتي للقضية الأخرى التي أثارها سؤال كامل كريم، يعني نعلم جيدا بأن الدائرة الدستورية التي أعتقد بأنها وفقا للأعراف الدستورية وفقا للقانون الدستوري تظل ذو صلاحيات محدودة بمقارنة إذا ما قارنا بالمحكمة الدستورية ذات الصلاحيات الأوسع. المحكمة الدستورية في ليبيا، الدائرة الدستورية عطلت في 2015 بالمناسبة وجمدت حتى تواريخ قريبة جدا، حيث تم فتح باب الدائرة الدستورية
ولكن عندما فتحت هذه الدائرة فتح معها جملة كبيرة جدا أو عدد كبير جدا من الطعون الدستورية التي قد تطول اتفاق الصخيرات، قد تطول اتفاق جنيف، خاصة وأنها لم تضمن في الإعلان الدستوري. طيب. قد تطول شرعية مجلس الدولة وفصله في جملة من التشريعات والقوانين، قد تطول الحكومات المتعاقبة من حكومة فايز السراج وحتى حكومة السيد بيبة. طيب. قد تطول أيضا مجلس النواب الليبي في حد ذاته. وهنا المخاوف دكتور أحمد، يعني يبدو أن المجلس النواب خائف من أن يتم ربما تعطيله. صحيح. وربما ينتهي. صحيح. دوره السياسي، لذلك يلجأ حسب البعض لإنشاء هذه المحكمة الدستورية. ولكن البرلمان هو سلطة تشريعية، لماذا يتدخل في السلطة القضائية؟ أين ببدأ الفصل في السلطات هنا دكتور أحمد؟ شوف أخي الكريم، أنا يعني خلينا في القضية الأولى. نعم، البرلمان نتيجة للخبرة الدستورية المحدودة للحياة السياسية في ليبيا أو للحياة الدستورية في ليبيا أو للدستورية في ليبيا، هذا ما جعله أن يذهب بإحالة هذا المشروع، مشروع إنشاء المحكمة الدستورية، خاصة ونحن نتحدث عن تعطل مشروع دستور 2017 الذي وصل إلى طريق مسدود في مسار القاهرة ومن بعد في مسار جنيف. ونتكلم على أنها في باب كامل في هذه الوثيقة والوثيقة الخلافية ذات علاقة بالمحكمة الدستورية. فأراد صراحة المشرع، وأنا هنا سوف أعرج على مبدأ الفصل بين السلطات، من منحى أن الإعلان الدستوري وتعديلاته أعطى لمجلس النواب صلاحية ترشيح مستشاري المحكمة العليا، وهي قضية أخرى خلافية سوف أتحدث عنها لاحقا. ولكن خلينا نقول في حتى تسمية رئيس المحكمة، تخوف المشرع. نعم، وتسمية رئيس المحكمة الذي تم في إطار التشاور ما بين مجلس النواب ومجلس الدولة وأيضا بين السلطة القضائية العليا، وإحالة السيد الحافي للتقاعد، وعملية التسليم والاستلام الذي كنا نتخوف أن الانقسام سوف يطال السلطة القضائية، ولكن الله جنب يعني هذا الانقسام. ولكن لازال هذا الانقسام يلوح في الأفق بالمناسبة، لأن هذه القضية قد تخلق انقساما آخر في السلطة القضائية الجديدة. وبالتالي دكتور أحمد اسمح لي على المقاطعة، يعني لماذا يصر مجلس النواب على إغراق السلطة القضائية في وحل الصراع السياسي كما يقول البعض؟ وبالتالي نحن سنكون في معضلة أخرى، ندخل إلى انقسام آخر، وبالتالي تطول حتى عملية الوصول إلى الانتخابات في حد ذاتها. شوف، هو دائما الشيطان يكمن في التفاصيل أخي الكريم. أنا أعتقد بأن جازما بأن المشرع الليبي ومجلس النواب الليبي عندما دفع بهذا المشروع كان يدرك جازما بأن ما يسمى بين مزدوجين قانوني الانتخابات أو القاعدة الدستورية، إذا ما تحدث عنها كقاعدة متكاملة تنظم الانتخابات التشريعية والرئاسية، سوف تصطدم بواقع حالة القصور في الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في معالجة القضايا التي عرجت عليها سابقا، قضايا الطعون وقضايا المراكز القانونية. لهذا ذهب الخيار الأصعب. الخيار الأصعب هو إنشاء محكمة دستورية متكاملة تستطيع أن تعالج ذلك العوار الدستوري الذي نعاني منه، وبالتالي تستطيع أن تتصدى لقضايا يرى فيها المشرع بأنها معيقة للانتخابات. التفسير الآخر يرى بأن الذهاب إلى إنتاج المحكمة الدستورية، برغم أني أنا أجد أن البرلمان الليبي حاول أن يتفادى إنتاج أو تأسيس المحكمة الدستورية العليا الجديدة اليوم، من حاول أن يتفادى حالها عدم التشاور. نعم، عدم التشاور مع كل المؤسسات القانونية في ليبيا بخبراتها المتراكمة، من أجل إنشاء محكمة دستورية لا تتعرض واحد للنقد، لا يعوزها القصور القانوني والدستوري على غرار القاعدة الدستورية التي أنتجت جدلا. طيب. كان على المشرع الليبي أن يعالج جزئيات
منها يستطيع من خلالها الذهاب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهنا تحجج الطرف الذي ينتظر مرحلة التعطيل، وفتحنا الباب لخلاف سياسي حول تفسير النص، في حين أن البرلمان الليبي كان واضحا بأنه نتيجة لضغط الوقت أنتج قانونين معقولين بين مزدوجين ولا أقول متكاملين للذهاب للانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر. طيب دكتور، فأعتقد بأن اليوم طرح هذه القضية ليس طرحا أحادية، سوف يلحقها قضايا أخرى. لازلت أعرج لأن المحكمة الدستورية هي جزء من المؤسسات السيادية على غرار المصرف المركزي، صحيح، وعلى غرار الجهاز الرقابة التي يناقش اليوم حولها، وقد يذهب المجلسين النواب والدولة إلى بوزنيغا 2 لمحاولة معالجة. طيب خلينا في المحكمة الدستورية دكتور أحمد، يعني الآن نحن أمام مشروع إنشاء هذه المحكمة أحيل للمجلس الأعلى والمحكمة العليا وحتى الدائرة القانونية في وزارة القضاء، ما حظوظ إنشائها؟ يعني ما المتوقع هنا برأيك؟ هل سنجد هذا التوافق المطلوب داخل ليبيا من أجل إقرارها؟ والله تجربة عشرية التجاذب التي نتحدث عنها والتدافع والصراع وصراع الشرعيات يجعلني أقول بأن النافذة الخيرة التي حاول أن يطل من خلالها مجلس النواب لمعالجة أي قصور دستوري، خاصة ونحن على أعتاب صناعة قاعدة دستورية نذهب بها الانتخابات التشريعية والرئاسية، في ظل الفشل في إنتاج هذه القاعدة من خلال المسار الدستوري التي تبنته القاهرة وعقد في جنيف الدستور 2017، قد يلقي بظلال ليس لها علاقة بذلك المقصد الخير. والمقصود هنا الخلافات الدائمة التي عودنا مجلس النواب ومجلس الدولة أن يذهب إلى إنتاجه. هناك حالة عدم ثقة، وهناك أيضا من يرى أو من يتصيد أو من يجد بأن هذا المشروع في حد ذاته اعتداء على السلطة القضائية، ونتكلم صراحة على السلطة القضائية، ونتكلم على المحكمة العليا، ونتكلم أيضا على الجهاز القانوني المقصود هنا المكتب القانوني في وزارة العدل. فبالتالي نحن أمام واقع أن المقاصد الطيبة لن تقود إلى نتائج إيجابية، بل سوف تعطل المسار وتنتج صراعا كنا في غنى عنه إذا ما تحدثنا عن الشيطان يكمن في التفاصيل في مشروع القانون نفسه، مشروع القانون وحتى اختيار المدينة. يعني دكتور أحمد العبود، البعض اعترض اليوم في هذه الجلسة هذا مستوى على مستوى المقر وهي بنغازي، وبالتالي اعتبر أنه تسييس أساسا لهذه المحكمة في اختيار المدينة. شوف، أنا خلينا نكون معك واضح، وأنا أعي جيدا بأن مجلس النواب أراد معالجة قضية سوف تطل بعد حين عند صناعة القاعدة القانونية للانتخابات التشريعية والرئاسية، لكون أن الضغط اليوم راه ملقى على عاتق مجلس النواب. مجلس النواب اتهم بأنه من أفشل الانتخابات، وهو في واقع الأمر غير صحيح هذا الاتهام، لأن هناك طرف آخر لطالما عودنا على التعطيل. في واقع الأمر المعضلة الأخرى معضلة أن مجلس الدولة منقسم اليوم، فليستطيع في ظل حالة الانقسام داخل مجلس الدولة وفي ظل أن مجلس النواب يحاول معالجة قضية جدلية وقضية ومؤسسة لازال النقاش حولها، ولازال النقاش حول مطالبة الكل بإبعادها عن الجاذبية التجاذبات السياسية والخلافات السياسية، وقضية أخرى قد تخلقها في حال ما تم إقرار المحكمة العليا أين سوف تكون. صحيح. مقر هذه المحكمة، هل سوف تكون في بنغازي، هل سوف تكون في طرابلس، أم سوف تكون من نصيب الجنوب الذي يعاني اليوم من غياب المؤسسات. نحن لازلنا في خلاف حول آليات عادلة لتوزيع المؤسسات السياسية والاقتصادية، وهذا ما فتح الباب اليوم للمطالبين بالدولة الفيدرالية، الدولة القائمة على النظام الاتحادي، حتى نستطيع إيجاد تلك المعادلة العادلة التي تخلق التعايش داخل ليبيا. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد العبود، الأكاديمي والباحث السياسي من بنغازي. شكرا لك.